الجوية وبيليس أينما كنتم. متابعو ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم في توقعات أحوال الطقس يوم الاثنين بحول الله. بداية، صورة القمر الصناعي توضحنا استقرار في حالة الطقس على كامل مناطق الوطن. لمعلومات أكثر شوفوا الوضعية الجوية لصباح الغد بحول الله. بالنسبة للحال تغدو صباح إن شاء الله مع الفجر نشهدوا بعض الأجواء اللي راح تكون من صافية إلى غائمة جزئية، اللي راح تميز السواحل الغربية، ونفس الشيء يكون بالنسبة لوسط الصحراء وجنوب الصحراء، بينما يبقى الطقس صافي ومشمس على باقي مناطق الوطن. بالنسبة للملاحة والصيد البحري مشاهدينا صباح الغد بحول الله، البحر راح يكون قليل الاضطراب في السواحل الشرقية، وسرعة الرياح فيه تكون من 15 ل 20 كيلومتر في الساعة، على عكس السواحل الوسطى والغربية وراح يكون فيه هادئ بزاف وسرعة الرياح فيه ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة. راح نشوفوا درجة الحرارة مع صبيحة إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة لصبيحة الغد بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح نسجلوها في الغرب الجزائري في ولاية تلمسان 15 درجة، أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح نسجلوها في الجنوب الشرقي في ولاية إليزيب 28 درجة، راح نسجلوا 23 درجة في وكلا، 16 درجة راح تكون في تبسة، 17 درجة راح تكون في كل من عنابة وبجاية، و18 درجة راح تكون في كل من الجزائر العاصمة ووهران. إذا مشاهدينا هادو كانوا توقعات أحوال الطقس لصبيحة الغد بحول الله، روحوا نشوفوا الحال تاع العشية كيفاش راح يكون. فيما يخص الحال تاع غدوة العشية ان شاء الله ما راح يكون اختلاف بينه وبين الصباح، راح نشهدوا نفس الاجواء اللي كانت من صافية الى غائمة جزئية، اللي راح تميز كل المدن الشمالية ووسط الصحراء وجنوب الصحراء، خاصة في جنوب الصحراء راح تكون مرفوقة ببعض قطرات من الامطار، اما بالنسبة لباقي مناطق الوطن راح يعرفوا جو صافي ومشمس. بالنسبة للملاحة والصيد البحري مشاهدينا لمساء الغد بحول الله، البحر راح يكون كثير الاضطراب في السواحل الشرقية وسرعة الرياح فيه توصل 35 كيلومتر في الساعة، بينما يكون قليل الاضطراب في السواحل الغربية والوسطى وسرعة الرياح فيه متفوتش 20 كيلومتر في الساعة. راح نشوفوا درجة الحرارة مع العشرين ان شاء الله. بالنسبة لدرجة الحرارة المرتقبة لمساء الغد بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح نسجلوها ب 23 درجة، وراح تكون في كل من ولاية الجزائر العاصمة وبجاية وعنابة، أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تقعد في وسط الصحراء في عين صالح ب 40 درجة، راح نسجلوا 37 درجة في تندوف، 32 درجة في بشار، 28 درجة راح تكون في البيض، و 26 درجة راح تكون في كل من تلمسان ووهران. إذا مشاهدينا هادو كانوا توقعات أحوال الطقس يوم الإثنين بحول الله، راح نشوفوا الحال تاع اليومين الجايين كيفاش راح يكون. فيما يخص الحال يوم الثلاثاء إن شاء الله راح نشهدوا تحسن في الطقس على كامل مناطق الوطن، نشهدوا استقرار وصفاء على كامل مناطق الوطن، لكن راح نسجلوا بعض السحب اللي راح تكون بدون فعاليه، راح تميز السواحل الغربيه والوسطى، ونفس الشيء يكون بالنسبه لشمال الصحراء وجنوب الصحراء. بالنسبه للملاحه والصيد البحري مشاهدي المتوقع عليهم الثلاثاء بحول الله، حاله البحر يكون مهول في السواحل الشرقيه وسرعه الرياح فيه توصل 30 كيلومتر في الساعه، على عكس السواحل الوسطى والغربيه راح يكون في قليل الاضطراب وسرعه الرياح فيه ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه. فيما يخص درجه الحرارة المرتقبة اليوم الثلاثاء بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح تكون 16 درجة، راح تكون في كل من ولاية تلمسان والمدية، أما بالنسبة لدرجة الحرارة الكبيرة راح تكون بعد الظهيرة بحول الله في عين صالح 41 درجة. هذا كان الحال يوم الثلاثاء إن شاء الله. فيما يخص الحال يوم الأربعاء راح يتواصل الاستقرار والصفاء على كامل مناطق الوطن، لكن راح نسجلوا بعض السحب اللي راح تكون بدون فعالية، اللي راح تميز المدن الشمالية الغربية والوسطى، نفس الشيء يكون بالنسبة لشمال الصحراء وجنوب الصحراء. حالة البحر المتوقعة عليهم الأربعاء إن شاء الله، البحر راح يكون كثير الاضطراب في السواحل الوسطى وسرعة الرياح فيه توصل 30 كيلومتر في الساعة، بينما يكون قليل الاضطراب في السواحل الغربية والشرقية وسرعة الرياح فيه تكون من 10 ل 20 كيلومتر في الساعة. فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة عليهم الأربعاء بحول الله، كدرجة حرارة صغيرة راح تنزل بدرجة واحدة وين ولات 15 درجة في ولاية المدية، وراح تكون مع الفجر ان شاء الله، اما بالنسبه لدرجه الحراره الكبيره راح تقعد ب 41 درجه، راح تكون بعد الظهيره في عين صالح بحول الله. اذا مشاهدينا هذو كانوا توقعات احوال الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله، نشوفوا المعلومات الفلكيه اليوم الاثنين. فيما يخص الشروق اليوم غد راح يكون على 5:33 دقيقة، أما بالنسبة للغروب راح يكون على 7:57 دقيقة. ولمزيد من المعلومات زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الويب. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وسهرة ممتعة مع بقية برامج الحياة الجزائرية، صحة عيدكم ونتلقوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. سلام. قدمت لكم الأحوال الجوية وبيليس أينما كنتم.